والله ما عرفتش من البداية غادي نعطل هاد القصة. فكرت صراحة بزاف وما استنتجت غير أنه شحال خايب أنه تحل عينيك وسط أب اللي هو فاسد باطنيا، ولكن عطاك واحد الصورة ديال البراءة، أب اللي غادي يسمح في أنه يعيشوا ولاده ويكبروا وسط مستنقع ويا لطيف منه، رغم أنه كان بالإمكان ديالو وفي استطاعته أنه يغيروا ليهم. أب اللي حتى كبروا ولاده عاد غادي يزقل الطريق نتاع ربي ويغرق في الفساد. لكن خلاصة الحكاية أنه ربي هو اللي تيربي لنا ولادنا، وربي هو اللي تيحفظهم لنا حتى كيوليو راشدين وكيختاروا اللي غادي يوالمهم. نهاية حكايتنا الليلة غادي تكون زوينة وماشي حزينة، ولكن درس قوي من المعاناة وعدم المسؤولية. بس مشوفين واستمعوا لحلقة الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه، كل شيء يكون هو هذاك. كيف العاده اذا كنتي جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. المؤنسه ديالكم اينما كنتم عادت اليكم من جديد، سعيده بلقياكم ككل مره، فمرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. اذا تيبان لك بلي هذا المحتوى يستحق قدام فما تبخلش عليه بانك تضغط على زر الاعجاب لتحت وتشاركوا مع احبابك صحابك عائلتك جيرانك كل شيء اللي لقيتيه، قول ليه دخل القناة تاع سلامي ليك. خير ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا رباب، غادي نبدا لكم حكايتي مع والدي قبل ما يتزوجوا، واللي كان كل واحد فيهم من واحد الدوار ولكن من مدينة واحدة. خالتي واللي هي اخت ماما تزوجات وجات سكنت في واحد المدينة كبيرة في دار اللي كانت كبيرة، كانوا تيكريو فيها غير البيوت، ماشي دار دار ولكن كانت عمارة اللي فيها بارتمات ومولاها كان كاري البيوت ديولا. كل ثلاثة ديال البيوت كانت معهم طوالت وحدة أعزكم الله، يعني بارتما كيسكنوا فيها ثلاثة نتاع العائلات. هاد خالتي كانت ساكنة في بيت واحد وديرة فيه كوزينة وكل شيء. ماما بقات في ذاك الدوار اللي كان شافها بابا واحد النهار وعجباته، مشى يخطبها من عند باها اللي هو جدي ولكن غادي يرفض. هاد خالتي اللي رحلت لمدينة واحدة أخرى اللي قلت لكم ولدات، وطلبت من ماما باش أنها تجي تقابل ليها بنتها حيت هي خدامة هي وراجلها. ماما مشات وقابلت ليها بنتها حتى دارت شي عامين. بابا قبل ما يكون بابا غادي يسيق الخبر لماما بلي أنها مشات عند اختها وغادي يطلب راجلها راجل خالتي باش أنه يتدخل ويزوجوه بها. قال لي انا ما عندي دخل في هذه القصه ولكن غادي نحاول حيت شباها ما باغيكش. غادي يرجعوا كلهم لذاك الدوار باش يدويو مع جدي الله يرحمه، ولكن رفض راجل خالتي. قال بابا سير عيط على دوك الناس الكبار اللي عندكم في الدوار خليهم هما اللي يتدخلوا. فعلا تدخلوا، نعش الشيطان السي فلان نعش الشيطان السي فلان، وهو يقبل جدي باش انهم يتزوجوا. من بعد في الحكايه غادي تعرفوا بالضبط علاش جدي كان رافض باش انه بابا يتزوج بماما، وهنا غادي تقولوا عنده الصح علاش رفض. والديا غادي يمشيو يسكنوا في نفس المدينه اللي مشات ليها خالتي وراجلها، او بالاحرى غادي يسكنوا في واحد البيت اللي كان قدام خالتي اللي كان خاوي، بيت وكوزينه صغيره بيت حدا بيت. ماما خدمات كمساعده في المنازل وبابا غادي يخدم خراز ودير واحد البريريكا على قد الحال في واحد الشانطي. دازت مده اللي ماما غادي تولد فيها اختي بعد جلسات سنوات باش انها زادت خويا وعاد انا. تخيلوا خمسه بينا كنا في داك البيت الصغير اولا في ديك الدار، وديك الدار كاملها ما نقولش لكم كانت كتواجد في المدينه القديمه بواحد المكان اللي كان مشبوه به، ولكم ان تتخيلوا شنو تيوقع تما. خليني هو الاول نبدا لكم بهاد الدار اللي الفوق منا كان ساكن واحد المجرم، جميع الموبقات اللي تقدروا تخيلوها كان تيديرها. الليل ما كناش كنعسوه، الموسيقى كتبدا خدامه من 11 ديال الليل حتى 7 تاع الصباح، وحنا تنكونوا تنقراو وحتى حد ما كيقدر لا يدوي ولا يدير شي حاجه، واذا تجرأ شي حد غادي نوضها معاه. هذاك الشمكار كان كيتعدى على البنات وماما كانت كتخاف علينا بزاف، ما كانش كتخلينا نخرجوا. الدراري اللي كانوا ساكنين تما كانوا تيبيعوا الممنوعات بانواعهم، فوق من هادشي حتى جميع انواع الفساد كان كيدار تما. وايه كانت فيها حتى واحد الشوافه اللي كانت ساكنه تما، كانوا كيجيو عندها الناس بالصفوفه، ما كاينش اللي يقدر يدوي ولا غادي توقع لك شي حاجه ما لا تحمد عقباها. الحمد لله كنا حنا وخالتي وسيده واحده اخرى كانت عندنا مرحاض واحد اعزكم الله، وكنا حنا الوحيدين اللي نضاف، وعالمنا لا علاقة مع داك العالم ديالهم، جابنا غير الفقر. كانت أكفس دار في ديك البلاصة ومعروف عليها هادشي، كنا تنعانيو وديما خايفين. كتكوني ما بيك ما عليك كتسمعي ها هو شي واحد بغى يفرقع بوطة أو لا بغى يشعل العافية، من غير هادشي البواطن تاع الضو ديال ديك الدار كانت على برا، فاش كطيح الشتا كانت كطيح عليها. تخيلوا معايا شحال من مرة شعلت فيها العافية وكانت تخلعوا لولا التدخلات نتاع الناس، غير إذا كنتي هابطة من الدروج ودرتي يدك في الحيط كانت تضربك الضو. كنا أغلبية الوقت عايشين في الظلام، فوق هادشي
الماء مع الدار ضخمه وعمره بالناس. كانت عندنا ماكينه واحده في ديك الدار كامله اللي فيها بزاف ديال البيوت. منين شي حتيش على الماء في التحت حنا ما كانش كيطلع لينا الفوق، خصنا نبرحو بحال في دوك الحمامات القدام وطلقوا لينا الماء طلقوا لنا الماء. عشنا المعاناه. واحد خيتي في ديك الدار هي اللي كانت مكلفه انها كتجمع الفلوس من عندها وتمشي تخلص نيابه علينا الماء، ولكن واحد الانسانه ما كانش كتخلصو. فاش كانوا كيجيو كيبغيو يقطعوا لينا الماء كيبداو يقولوا الناس لا راه مساكن لا راه ما عندهاش، وكيبداو يرغبوهم حتى كيمشيو حتى غادي تجمع لينا شي عام اللي فيها شي زوج ديال المليون، وهما يهزوا لنا الماكينه في خطره وعشنا بلا ماء. تخيلوا معايا كانت مده طويله جلسنا بلا ماء وكنا حنا باقيين صغار. ماما هي اللي كانت كتخدم في الدور وبابا غادي يخرج من الخدمه، اختي غادي تقطع المدرسه ديالها وهي في التاسعه باش تخرج تخدم وتعاون مع ماما. بابا شنو تيدير؟ بابا غير مجبد وناعس مع راسو، والمشكله انه عنده اراضي وباه كان لباس عليه بما احنا الكلمه. خوتو كلهم عندهم الدور وحنا ما عندنا حتى بيت في سميتنا، ساكنين في بيت الكوزينه ديال الكرا. كل عام في شهر 8 كان كيتسلف وكيتكلف وكيجيب فلوس والله اعلم منين تيجيبها ويمشي لواحد الموسم باش انه يتفرج في الشيخات. وهذا الشيء علاش ما كانش باغي يجدي الماما، حيت هذه البليه كان هو معروف بها. الناس كلها كانت كتفرح بالشتا وكتنشط بها، وحنا وقت ما صبات كنبقاو كنقولوا يا ربي اش هاد العذاب غادي نتعذبوا عاوتاني. انا صغيره وكنبقى هابطه في الدروج وكنبقى كنشمشم في الروائح ياك ما كاينه ريحه الكاوتشو، خصوصا انه كانوا شي طواليطات عزكم الله مخنوقين والتيوات ديالهم من فوق من المكانه كيبقاو كيقطروا عليها. كانت معاناه صعيبه. بقينا عايشين هكاك وسط الخلاعي البوليس كيدخلوا كيخرجوا. تخيلوا كتكوني ما بيك ما عليك حتى كيدرم عليك البوليسي تقلب على هذاك اللي تيبيع الممنوعات. والمشكل انه كان عندنا الشرجم ديال الكوزينه في الجهه نتاع الكولوار. واحد النهار داك خينا تابعينو البوليس وغادي يلوح لينا المهلوسات من داك الشرجم ديال الكوزينه، جاب الله خبات اختي في الملابس الداخليه ديالها حيت شكون لقاو عندنا غادي يزديونا معاهم، حيت ديك الدار كلها فساد في فساد وفوق هادشي الدليل غادي يلقاو عندنا. حنا تنكبروا وكانت تعايشوا وماما كل مره كتمرض بالضيقه وغادي تدخل للسبيطار واحد المده وغادي تعاود تخرج. ما كانش عندنا باش نخرجوا نكريو ديك البيت والكوزينه، كنا كارينها ب 100 درهم وخالتي كانت كاريه ب 60 درهم، داكشي باش كنا صابرين. وبابا اللي ضحي معانا ويقولوا وليداتي هما الاولين ما مسوقش لينا. واحد ولد خالتي غادي يخدم في واحد العماره، غادي تجي واحد السفيره اللي كانت ضروريه وعلى غفله، فكان بغى اللي يقبط ليه بلاصتو، غادي يطلب من بابا انه يدير ليه خدمته بيد ما هو جا قبل. بابا ولا تيبات تما من غير الحد، الحد اللي كان تيجي تيطلع لينا بالزربه وكيعاود يمشي فحالو، كان تيجي وكيمشي غير بالبيكالا حيتاش كان قريب لينا. بقى خدام في ديك العماره شي 3 شهور وماما كانت مريضه ما بقاتش قادره تخدم حيتاش هي اللي كانت هزانا وكانت كتكسينا من العيد للعيد، حتى خدمات اختي مسكينه عاد بينا كنعرفو شحال من حاجه كتجيب لينا بيموات دانونات وكاع داكشي اللي تحرمت منه هي. كيف قلت لكم بابا كان تيجي من الحد لحد وكان تيجيب معاه شي بركه لماما اللي كانت كتقرطط عليها باش يلا تكمل ليها الاساسيات ديال الحياه. ملي نرجع داك ولد خالتي لخدمته الناس ديال العماره عجبهم بابا وقالوا بلي انه هاد السيد بوليداتو داخل سوق راسو ومرتو كتجي عندنا كل جمعه كتسيق لنا الدار احسن من هذاك الولد الاخر اللي هو ولد خالتي. طبيعه الحال ما غاديش يعجبو الحال ونوض صداع مع بابا، وحنا تقاطعنا مع خالتي ما بقيناش كنتهضروا. اختي قالت بابا عطيه سوارتو ما عندك ما دير بشي خدمه ولا بشي حاجه جيب لينا الصداع، لكن بابا عجبو الحال انه يبقى بوحديته في ديك الخدمه وما عطاش سوارت وبقى خدام تما وما تصنتش لينا. السيد تنقولوا راه مسكين تيضرب تماره وربي اللي عان به ما كيجي غير من الحد لحد. بقينا عايشين بنفس السيستم معاه، وماما كتمشي عنده كل جمعه كتجمع ليه الدنيا وكتنقي ليه الحاله تما حيت هو ما بقاش كيجي لنا بتاتا. انا كملت قرايتي في الثانوي ولكن كنت مضطره انني نخرج نخدم حيتاش ما كنلقاش ليه صرف علينا. ما خرجتش من القرايه ولكن قلبت على خدمه في نفس الوقت حيتاش بكل بساطه با عمرو ما شرينا الكتوبه. اختي كانت خدامه عند واحد السيده اللي كنا كنعطيوها الليسا انا وخويا، وكانت كتوصل بها حتى ل 40000 ريال ديال الكتب، كتجيبها لنا بالطوموبيل هي وراجلها حتى لباب الدار تعطيهم لينا وتقول لنا الله يعاونكم قراو مزيان. انا في ديك الفتره تشجعت بزاف وعطيت الجهد في الثانوي وبديت كنجي انا الاولى، كنت كنقرا وكنخدم في نفس الوقت في واحد القهوه مع الخمسه ديال الصباح ونرجع مع السبعه ونص مباشره كنمشي للمدرسه. تماره والفقر شجعوني باش انني نقرا. بقينا هكاك انا واختي خدامين وتنقراو. في ديك الوقيته ماما كانت مريضه في صدرها وكترجع الدم عزكم الله، عانينا معاها ديما هزينها للسبيطار وما كانوا تيديروا ليها والو، واي حاجه غتاكلها خصها تكون بارده بزاف حيتاش اذا تعرضت للسخونيه كتعاود تعاني من جديد.
وحنا كنا كنخافوا عليها بزاف، حيت هي اللي كانت منبع الحنان والحب. غادي تدخل الانعاش، بقات شهرين تما كيديروا لها الدم، وقالوا لاختي بلي غادي نديروا لها واحد العمليه. ماما كتعاود لينا بلي انه نهار فاش غادي يديروا لها ديك العمليه، حلمت بالليل كتشوف الريه ديالها قدامها غاديه وكتصفى. فقت من الحلم، ناضت صلاه الفجر وبدات كتطلب مولانا: يا ربي راني ما قاده على عمليات ولا حتى شي حاجه، عاوني يكون معايا. فعلا قبل العمليه، قبل ما يبداوها ليها، دارت شي فحوصات وقالوا ليها ما بك والو، والاطباء ما فهموش كيفاش طرا هادشي، خرجوها. ومن تما سبحان الله العظيم برات من الثقه. وداكشي كله ديك خالتي كانت قدامنا، وعمرها ما قالت اجي ندير لهاد الوليدات الغدا، مساكن راهما غير بوحدهم في داك البيت، ولا اجي نطيب ليهم، مساكن تيجيو من المدرسه كيتعذبوا. لا، انا كنجي مع 12 ونص خصني نطيب باش نخرجوا عاوتاني مع جوج ونص. بابا كاع ما كاين، مسكين خدام غارق في الخدمه، والهلي يوريكمش من خدمه كانت. ماما من جديد هاد المره جاتها جلطه في قلبها، ديناها السبيطار، دخلت للانعاش، يا غتعيش يا غادي تموت. كندخلوا كنطلعوا عليها ما عاقله على حتى شي حد فينا. في هذا الوقت انا غادي ناخذ الباك ديالي انا وخويا. بابا مره كيجي مره لا، وفين ما عيطت لي اختي باش انه يعطينا التعاونو ديما ما عندوش. وهو داك الخدمه اللي كيخدمها هو، ناس واحد اخرين بحالو كانوا كيديروا منها الديور، حيتاش كانت تدويره ديال مالي العماره عاد فوق منها الخلصه ديالو، ولكن ما عمره ما دار شي حاجه. حالت ماما تحسنت نوعا ما، ولكن بقى في السبيطار. جلست شي ايام وخرجات. اختي هي اللي كانت كتقاتل مع دواء هاد الشريح ليها، حتى ولات كتقدر تخرج، وبدات كتمشي عند بابا كل جمعه. بعض المرات كنمشي غير انا واختي، كنخملوا ليه التخمه الكبير في داك البيت اللي ساكن فيه. واحد النهار مشيت انا وياها، وباب العماره كان خاسر، بمعنى كان دغيا كيتحل. دخلنا وقفنا على البيت اللي عاطينه، دقينا في الباب غادي يحلينا، غير شافنا عاود سد علينا الباب. بقينا كنشوفوا في بعضياتنا ما فهمنا والو. غادي تقول يا اختي يلا نمشيو عند خالتي. خالتي اللي كانت ساكنه حداه، واللي راجلها عنده نفس الخدمه ديال بابا، ودايرين بها الديور وتبارك الله حتى الطوموبيل. مشينا عندها ودخلنا، قالت لنا ماكم؟ لا راه دزنا غير عند با ولقينا عنده شي حد هادشي. علاش؟ قالت لنا الجواب نتاع انها كانت عارفه شي حاجه. خرجنا من عندها ورجعنا لعنده، وصلنا وقالت لي اختي ما كسديتي علينا في وجهنا قبيله؟ لا راه كان عندي غير واحد صاحبي كيدوش وكان يلا خارج وزربت وسديت عليكم. ولكن للاسف في هذيك الوقيته با كان مع الخليله ديالو اللي غادي يخرجها من الدروج من باب واحد اخر ديال الكراج، وعاد دخلنا حنا. ديك اللحظه حنا ما قشعنا والو، حيت ما كانش شي يبين، وكان تيبان لينا غير مسكين وقاتل مع الزمان وما تيعطيوش الناس ومكرفصينو، وكاين كيف هو تيقول اللي تيهرب ليه بالفلوس وكيسافر بهم وما كيعطيهمش ليه، كيجي عندنا وكيتمسكن علينا. ولكن هو عنده وجه واحد اخر اللي غادي يصدمكم. حنا غادي نبداو كنجمعوا ليه الدنيا وكنرجعوا في حالنا. ديك الوقت غادي ندخل الجامعه، ودرت شعبه اللي ما قدرتش عليها، حيتاش ببساطه ما لقيتش اللي يوجهني، ما غاديش نكمل. ودوز داك العام كامل غير في الدار، من غير ديك الخدمه ديال الصباح اللي كنت شاده فيها وكانت معاوناني بزاف. انا ذاك ايضاً ما كنتش كنصلي، ما كنتش دايره حجاب، ما كنتش موجهه لمولانا. غادي نطيح في واحد الحزن اللي هو عميق، خصوصا وانا وسط ديك الدار. غير هما دوك الشمكرا عزاكم الله تيدخلوا الحبس، حنا راه مرتاحين، غير هما تيخرجوا كيبداو المشاكل. ماما كانت تقول اللهم 100 درهم ديال الكره، حيت هو ما تيعطينا والو، ولا نمشيو نكريو بواحد الثمن اللي ما قدرش نعطيه ونتلحو الزنقه. العام اللي من بعده انا غادي ندخل لواحد الجامعه واحده اخرى، كنقراو كندير ستاج. خدمت في العام الاول، العام الثاني لا، حيت الشركه اللي خدمت معها غادي دير فايض. فبداو المعاناه، حيت ما بقاوش عندي فلوس المركوب، وخاص لي يعطيهم ليا ويعطيني حتى الفلوس نتاع البوليكوب فاش نقرا. با كان كل حد يدور معايا واحد التدويره اللي هي على قد الحال. حتى دازت عامين، خديت الدبلوم ديالي وبديت كندفع في السيفيات ديالي باش انني نخدم. وانا في الانتظار قلت اجي نخدم اي حاجه، غادي نخدم الميناج في القهاوي. وماما كانت كتمشي عند بابا كل جمعه. واحد النهار كان عندها ما يدير نهار الجمعه وغادي تبدلها بالخميس، وهنا غادي تلاقى مع ديك خيتي في الدار، في البيت اللي عاطين با يجلس فيه. لقى السيده ناعسه ومريضه ومهلوكه. تما كانت الصدمه كبيره على امي، اش هادشي؟ اش هاد المصيبه؟ العار لا ماستريها، راها مريضه وجالسه عندي. اولي على جالسه عندك؟ امي غادي تعيط على اختي، عيطوا عليا وعاودوا لي شنو وقع. وهادشي علاش سد علينا الباب ديك المره؟ قلت لها عرفتي شنو، يلا نحطوا امي في الدار ونمشيو عنده. فعلا وصلنا ماما للدار ومشينا وقفنا عليه. اش هادشي؟ غادي يحد راسو. قالت لي اختي اش وقع؟ واش هادشي اللي درتي؟ راه السيده غير مريضه وجبتها باش تسيق ليا الدروج، وطاحت لي ديك النهار تهرسات وخليتها تجلس عندي. حنا تيقناه حيت جبر راسو بواحد اليقين. مشينا عند خالتي
وهي تقول لنا شفتوا الفضيحه اللي داير باكم؟ اين فضيحه السيد؟ راه كان مدخل ديك خيتي عنده وراه الخليله ديالو هذه سنوات غادي تهرسوا لها الفقرات من عنقها بسببه، بلا ما نذكر لكم السبب اللي هو مشوه. غادي يجيب لها لومبيلونس وداوها للسبيطار ودارت عمليه ومشى معاها وجابها لعنده وجو قابلها وكلها الى ما اخره. قالت لها اختي هادشي كله انت عارفاه خالتي وما قلتي لنا والو. اييه هادشي راه منين امك دخلت للانعاش في المره الاولى، يعني سنوات هو معاها. ونزيدك راه عارفه كلشي عليكم حيت كانت تعاود لها كلشي. علاش خالتي ما جيتيش عاودتي لماما؟ راه حيت بنتي جات تحنا لي على رجلي وبدات يبوسهم ليا وكيلوح عليا العار باش انني ما نقول لكم والو. في الاخير تفضح في كاع دوك العمارات اللي حداه كلشي عرف وجات الجوقه وهزتها لومبيلونس وداوها من تما، الا حنا كنا في دار غفلون وما عارفين والو. اختي تناقشت مع خالتي علاش تسترات على هادشي وخرجنا من عندها ورجعنا لعندو. باز ديك اخويا حنا مقاتلين مع الزمان وانت دايرها قد راسك. طبيعه الحال غادي ينكر ولا خويا كل دقيقه تيمشي كيوقف عليه. واحد النهار غادي يلقاها عنده كطلب ليه الفلوس ديال العمليه اللي دارت بالكريدي، واذا ما عطاهمش ليها غادي دير ليه الشوهه. خويا غادي يعيط لاختي اللي مشات وقفات عليها وقالت لها دابا انت شنو بغيتي؟ انا بغيت غير الفلوس وباك هو اللي دار لي هادشي، وانت علاش جايه عنده؟ ويلي واش انت ما فراسكش؟ هو راه الخليل ديالي شحال هادي كتهضر معنا بواحد الطريقه اللي كانت مستفزه، ولو كان تشوفوا حالتها راه ما يمكنش. مسخه عزكم الله وساكنه في الخيريه وحالتها حاله، فين شافها كيفاش تعرف عليها الله اعلم. واش غادي يمشي فحالك ولا غادي يتفاهم معاك؟ خافت ومشات. لغد لي غادي ترجع عنده عاوتاني العماره، اختي غادي تمشي عنده بلا ما تعلمه ولقاتها دفعتها في الدروج طاحت. واش انت ما كتحشميش جاي عند الراجل بولادو؟ دارت الشوهه وكلشي تجمع، عيطوا على البوليس وجات الصطافيت هزات كلشي، اختي وبا والخليله ديالو. ديك خيتي صرحت بكاع الحقيقه اللي كانت عكس الكلام ديال با، وفي الاخير كلام خالتي كان موافق مع الكلام تاع الخليله ديال با. سولوه شنو كتقول في هذا الكلام؟ بقى غير كيتسمسم ما عرفش شنو يقول. سولوه الخليله ديال با شنو غادي ديري معاه انت؟ يتزوج بيا كيف ما وعدني وراني موجده اوراق الزواج وبنته راه تهجمات عليا وطيحاتني. ديك الساعه غادي يحبسوا با 48 ساعه. اختي وخويا عطاو الفلوس باش انهم يخرجوه، وهنا كان ضروري انه يمشي للمحكمه. السيده مشات عمرات الدوسي مع واحد المحامي ودارت فيه الاغتصاب والضرب والجرح المؤدي الى عاهه مستديمه، مهم عمرات لي داك الدوسي مزيان. ماما حضرات حيتاش طلبوا بالشهاده ديالها، ما كانتش باغا حتى طلبناها احنا. مشيت انا وياها، الخليله ديالو قالت الحقيقه، هو غادي يكذب على القاضي التحقيق حيتاش غادي يغير الاقوال ديالو وما يهبطوا للحبس. ماما حدها قالت لهم بلي ما كتعرفش هذيك خيتي وبلي بابا راه معاها مزيان. من بعد خرجت عندنا كتبكي راه هبطوا للحبس. دخلنا ما عرفناش ما نديرو على اخر ياماتنا بينا كنطلبوا فيها وكنزوقوا. هي غادي تطلب لنا الفلوس باش انها تخلص الطبيب ديال العمليه، حتى حد ما عقل علينا من عائله با واخا كانوا ميسورين. غادي نبقاو نطلبوا فيها. ودخلنا لذاك البيت وكانت دايره بحال شي حمقه. قالت لي راني كلشي عارفه عليكم. انا بقيت غير كنشوف فيها. قالت لي ياك انت قريتي هادي وخدمتي هادي وداك ولد خالتك راه داكشي اللي تيشد كاع ما كتشدو نتوما. صدمتنا بشي حقائق اللي ما يمكنش. غادي تقبل باش انا دير لنا تنازل ب 100000 ريال اللي جمعناه بالتقرطات وغادي تمشي مع خطيب اختي ومع خويا. انا واختي بدينا كنخملو داك البيت الزين ديال با اللي غادي نهزو تحت السداري اللي غادي يلقاو فيه واحد الكموسه مع واحد الصاك اللي فيه واحد المغرب وشي حوايج اللي كانوا خانزين اعزكم الله. جمعناهم ليها وجات وعطيناهم ليها. با دوز 15 يوم في الحبس تكرفصنا معاه. كنا كنخدموا في بلاصتو في ديك العماره باش ما يجريوش عليه، ولكن ملي خرج يصحاب ليكم دار المزيه ماما رفضات انا ترجع معاه واخا تدخلوا كاع الناس، ولكن قالت ليه اخ منك. هو رجع عاش تما وما بقاش كاع كيجي كيسول فينا ولا يهز التليفون، واخا داكشي كامل اللي درنا معاه حنا بقينا عايشين في ديك الدار. حتى جا الفرج من عند مولانا، جات واحد الشركه قالت لنا غادي يديروا شي اصلاحات وغادي يعطيونا واحد المبلغ شهري حتى يساليو الاصلاحات ونرجعوا. خرجنا وما عاودناش رجعنا لديك الدار. وهو ما بقاش باغي يعطي لماما الفلوس واخا عندها مرض مزمن. ماما وبابا لحد الان هما ما مطلقينش ولكن مفارقين حيت ماما ما بغاتش ترفع عليه الدعوه، والا غادي يمشيو لها الحقوق ديالها. ولينا كندبزوا معاه باش كل شهر يعطيها غير بزز ديك 500 درهم تاع الدواء ديالها حيت باقا على الدمه ديالو. حنا الخوت اليوم هزينا راسنا، خويا تزوج وخدم، ساكنه انا وياه وماما ومرتو في دار وحده، ما بيناتناش مشاكل، هي بنت الناس وحنا معاملينها اختنا. هو شرط عليها في الاول بلي بنت الناس انا ما يمكنش نخلي امي، ومن غير هذا الشرط انا راني نموت معاك. قبلات وحنا الحمد لله بخير ومفاهمين. انا بقيت خدامه في ديك القهوه وبا عايش بوحديتو. حنا مره كنسولو فيه لوجه الله وصاف،
احسن حاجه في هذا الشيء كله انه حنا الخوت شادين في بعضياتنا ومعاونين. درت الحجاب وليت كنصلي وناويه نكمل قرايتي وندير الدراسات الاسلاميه في الجامعه. غادي نبدل هذه الخدمه واخا انا مرتاحه فيها حيت مول الشيء غادي يعلمني الحرفه نتاع لي كريب وليت انا اللي مقابلها. خوتي قاعد تزوجوا وانا اليومين هذا عمرني ما دخلت في شي علاقه وهذا كان الاختيار ديالي حيت ما كانش عندي اصلا وقت لهذا الشيء. انا تنقول انه غير منين خرجنا من داك المستنقع اللي كنا فيه فهذاك راه خير كبير لينا، با كبير في العمر وعنده خير ربي ديال الاراضي ولكن رافض انه يبيع ومازال غرق في الزهو والنشاط وكل مره مع وحده. ولكن حنا هزينا راسنا. هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكايه رباب. للاسف اباء عديمي المسؤوليه منهم عادات. كيف العاده خليوا كلمه نابعه من قلبكم والطيبوبه ديالكم لرباب. دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو غدا يمكن في شي قصه دينيه بالنسبه للناس اللي تحشوها. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.